خلال العامين الماضيين أكثر من 11 محطة تلفزيونية وتسع محطات إذاعية رأت النور في اليمن، رقم يعتبر قياسيا في السوق الإعلامية العالمية نظرا لما تتطلبه هذه الصناعة من تجهيزات فنية دقيقة وإجراءات قانونية للحصول على تصريح لعملها. فهل حظيت هذه الوسائل الوليدة في اليمن بذلك؟ وزارة الإعلام سوف تسرع بهذا الأمر، وفي أول جلسة مجلس في أول جلسة لمجلس الوزراء سوف يتم مناقشة قرار قانون قرار جمهوري سوف يتم المصادقة عليه ويتم مباشرة العمل به والبث في الطلبات المقدمة لوزارة الإعلام. النشاط الإعلامي الذي طالما تعرض منتسبوه في اليمن إلى مضايقات جمة وملاحقات واسعة وجد أصحابه أنفسهم عبر الأثير دون مقدمات يخوضون تجارب جديدة بشكل واسع، فظهرت قنوات تلفزيونية وإذاعية تنوعت توجهاتها بتنوع توجهات ملاكها، لكنها في الغالب الأعظم التقت عند بعدها عن تناول السياسة. دائما في كل أنحاء العالم المتقدم السياسة باب للإنتاج والتنمية، في بلداننا للأسف السياسة باب للصراع والعودة إلى الوراء، ولذلك وجدنا أنه في حياة FM إغلاق هذا الباب هو الأوسع، هو الأفضل، هو الأحسن. ليش؟ لأنه لا نريد أن نعزز ما لدى الأطراف من إشكالات. ومع الإشكالية المثارة حول أداء هذه القنوات المتعددة وتوجهاتها وأهدافها، فإن انطباعا إيجابيا قد ترسخ لدى المراقبين لأن حرية الإعلام والتعبير في اليمن شهدت انفراجا ملحوظا خلال العامين الماضيين مقارنة بالقيود التي كانت مفروضة على وسائل الإعلام خلال العقود الماضية. اليرموكي لنهائي بطولة الأعسن بعد فوزه على فريق الصقر في كرة القدم.